الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمكتب، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أن الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق،